من أجل بناء اقتصادي قوي وفعال وإشراك فئة الشباب في إنشاء مشاريع اقتصادية وتنمية الولاية في مختلف الميادين، نظمت وكالة الاتصال والإشهار بميلا يوما إعلاميا وتكوينيا حول المؤسسات الناشئة بالمركز الجامعي عبد الحفيظ بوصوف. شارك فيه مختلف الفاعلين وأصحاب الشركات الرائدة على المستوى الوطني تحت رعاية المجتمع الجزائري للفاعلين في مجال الرقمنة والنادي الاقتصادي الجزائري بالتنسيق مع المركز الجامعي. تغطية عياد الساسي. يعني هذه العقليه لازم يبدا بها، كذلك ما يبقاش يستنى حتى يمولوه الى اخره، اخدم لما صوارد وانفستير، اذا هو ما حبش يخاطر بماله اللي يخدم عليه ما يستناش حتى واحد يخاطر معاه بامواله، يعني هذه العقليه تنحى العقليه القديمه تاع يبقى اشكي ومعطلوني مدارولي تحمل المسؤوليه 100%، حسن من روحك وطور وابدا برك. نظن بعد عدة التدخلات اللي قمنا بها وخاصة الأسئلة اللي طرحوها الطلبة والطالبات تدل على أن الشاب الجزائري طموح وعنده أمل وحاب يكون من ضمن الأطراف اللي تشارك في الاقتصاد الوطني، وهذا الشيء يعني يكون بداية لأمل جديد بالنسبة للدولة الجزائرية ككل وبالنسبة لتطوير الاقتصاد الوطني، وخاصة أن أغلبية الحاضرين من الشباب هم طلبة في الجامعة، يعني عندهم مستوى ثقافي يسمح لهم باش يكونوا مؤسسات ناشئة من ضمن التخطيط اللي وضعته السلطات العليا، وخاصة بإنشاء وزير منتدب بالنسبة للمؤسسات المصغرة، وهذا راح يكون تشجيع ثاني بالنسبة لهذا الشباب. شاركت في الملتقى تاع ستارت اب واي ميلا وفادنا بزاف، تسمعتنا افكار كيفاش نقول احنا نديو افكار على كيفاه نديرو مؤسسة ناشئة، كنقول احنا المبادئ والاسس الاساسية، ايضا نهضروا على الماركتينغ، هدرو أسي تاني على نقول احنا كيف هننشئوا مؤسسة مقاولاتية، والحمد لله يعني جينا من عندهم أفكار ديزيدي وتعرفنا أسي على شخصية ناجحة في الميدان.